ما تطمنا يا دكتور. عم العمدة فيه ايه؟ للأسف العمدة أصيب بشلل نصفي، وده هيعقوا عن الكلام، ده غير إن حركته هتبقى بطيئة جدا. الحمد لله. الحمد لله على كل حال. كل اللي يجيبه ربنا خير. يا ريتني كنت مكانك يابا. وده جراله من إيه يا دكتور؟ ما هو كان زي الحصان. في الغالب صدمة عصبية. يا حبيبي يا عمدة، أكيد من فرحته برجعت ابنه. يعني طمني يا دكتور، هو هيبقى كويس ولا هيفضل كده؟ والله إذا مشي على العلاج مظبوط إن شاء الله هيتحسن. سبحان الشافي المعافي، قادر ربنا يشفيه. وده حصل له إزاي ده؟ ده كان زي الفل امبارح. ما خلاص بقى يما، إحنا هنعترض على قدر ربنا ولا إيه؟ ألف سلامة عليك يا غالي. على إذنكم يا جماعة. اتفضل يا دكتور، ما وصلك. ألف سلامة عليك يا كبير. أؤمرني. نصانين، نصانين. يعني إيه يا عمري؟ بيقول لك جوز العروسين. حاضر حاضر يا عمدي، انا هجوزه واعمل لك كل اللي انت عايزه، بس عايزك تهدى كده. ابو 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 يعني ايه دي يا عمدي؟ بكره بيقول لك بكره، بس هو يعني مشلول مش عارف يقولها كويس. ايوه بيقول لك بكره يا شام. حاضر يا عمدي حاضر، بكره بكره انا هجوزه لاختي بايري، بس انا عايزك تهدى كده. اهدى. ابي ابي أبي رامي. بيقول لك شريف إكرامي. إكرامي إيه يا بنتي يا خايبة أنتِ؟ بيقول لك هات المحامي. المحامي يا حبيبي يابا، برضه عايز تكتب لي كل حاجة؟ أنا مش موافق. عننوني عننوني عوني عوني. خايف على العمودية من الجابوني. اسمع كلامه بقى يا أخوي. لا إيه؟ الجابوني لا. خلاص يا عمدي خلاص، الليلة كل حاجة هتخلص على الورق والورث هيروح له، بس أنا عايزك تهدى كده. اهدي. آر